رجل العالم شاف القنبلة اللي تاع البنبلة الأمريكان حارفيها كيف تكون نبولة قنبلة نبولة هي اللي نوضت الفتنة كاع يا عمر أوي هي والمصري لا المصري خطير المصري خلع من على بالك البلدان الخارجيه عم عمرهم دايرين حوار على القنبله هذه. ها سبحان الله ها لازم يدخلوا. يدخلوا يعني الخدمه تاع القنبله هذه. اللي دارها عبد الباقي. في نبوله. هذا هو المشكل العلماء راهم حايرين. اللي اختارها عبد الباقي. ايه المختار هذا اللي اختار البومبه في حاجه تاع بلاستيك. ايه لازم نديروا عليها اسم هذا. لا وكيف نبوله هذاك انت بلاستيك كاين صواريخ القارات. مغلفينهم بالبلاستيك مغلفين برك باش ما يكبرهمش عمي عمر كان سموها نبوت عمي عمر سمعت صافي انت نبهت الشعب الجزائري ما يزيدوش يديروا العبسه هذيك برك هي قول لهم عمي عمر قول للجمهور الجزائري قول لهم ما يزيدوش يديروا العبسه تاع النبوله لبعضكم بعض هذا العبسه تاع النبوله هذه رايحه الدوله تصنع ان شاء الله صواريخ اكثر من النبوله اللي شفتوه اللي دارها والحمد لله عندنا علماء وعندنا نسخة في البحث المخترع تاعها شكون هو عمي عمر؟ باقي كوار نعم والمخترع تاعها اللي اختارها وهو هذا يقول له باقي كوار بالسكاكرة وليت عند بلا الساكن بالسكاكرة بلدي الشملة ناظر حرب على جلنا الحمد لله يا عمي عمر الحرب العالمية